الأخبار من ATV العدالة وفيها نشاط برلماني واسع في لجان مجلس الأمة، ونواب يقترحون تعديل قانون المسيء وإلغاء الوكيل المحلي، مشروع لتوظيف نحو 10,000 طالب وطالبة من الثانوية في التعاونيات. وفي صفحتنا الرياضية، الأزرق يعبر نيبال في بطولة اتحاد جنوب آسيا. ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ النشرة من الشأن البرلماني مع نشاط واسع في لجان مجلس الأمة، وذلك في وقت أعلن فيه النائب الدكتور عبد الهادي العجمي إنه تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح بتعديل قانون المسيء. وعزى العجمي تقديم التعديل عملا بمطالبات الحراك الوطني الواسع لسنوات طويلة لإزالة آثار ما وصفه بتشريعات العزل السياسي. ووقع على طلب التعديل النواب حسن جوهر ومرزوق لحبيني ومهند الساير وعبد الهادي العجمي وفهد فلاح بن جامع. تقدم 5 نواب باقتراح بقانون يتم بموجبه إلغاء الوكيل المحلي، وبحسب المقترح الذي تقدم به النواب عبد الكريم الكندري ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبي وعبد الله المضف وعبد الوهاب العيسى، فإن الهدف منه هو تعاقد الدولة مع الشركات العالمية بشكل مباشر من دون الحاجة إلى وكيل محلي ينوب عنها. قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد إن أمام اللجنة تحديات كبيرة لأنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة. من جانب آخر قال الزيد إن اللجنة ستعمل على تكريم العاملين في المكتب الفني على الإنجاز الذي حققوه باعتبارهم أول من أثار قضية ضيافة الداخلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية أخيرا. وأضاف إن اللجنة رأت وجوب تقديم الشكر والامتنان لهذه الكوكبة من الشباب الكويتي العاملين في المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي. عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها الأول اليوم، حيث تمت تزكية النائب الفاضل الدكتور عادل الدمخي رئيسا للجنة، وتمت تزكية مقررا لها. أمام اللجنة تحديات كبيرة، حيث أننا في طور مناقشة وإقرار الميزانية القادمة. الميزانية كبيرة والوقت ضيق جدا، سنحاول جاهدين الانتهاء من مناقشة الميزانية وإعداد التقارير اللازمة لرفعها للمجلس مع ضمان جودة العمل في ضيق الوقت المتاح لنا. وأنا كل ثقة إن شاء الله أن أعضاء اللجنة بالتعاون مع المكتب الفني قادرين على تحقيق الأهداف المرجوة. من جانب آخر، رأت اللجنة وجوب تقديم الشكر والامتنان، وفخرنا في المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي، حيث أن هذا المكتب الفني كان أول من أثار قضية أو القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضيافة الداخلية، والتي صدرت فيها أحكام قضائية مؤخرا. نرى أن هذا الإنجاز يستحق التكريم، لذلك ستعمل اللجنة على هذا الجانب. كلنا فخر بهذه الكوكبة من الشباب الكويتي العاملين في المكتب الفني للجنة الميزانيات، ونقدم لهم جزيل الشكر والامتنان. اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ترقية 47 مستشارا في الإدارة القانونية لبلدية الكويت. وقالت بلدية الكويت إن هذه الخطوة جاءت في إطار دعم الكوادر الوطنية وتحفيزها.
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب الفارس عن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على المشروع الذي قدمه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتوظيف طلبة مرحلة الثانوية الصف العاشر والحادي عشر خلال شهري يوليو وأغسطس في الجمعيات التعاونية وفق مجموعة من الضوابط، وبهدف استثمار أوقات فراغهم وإكسابهم الثقة بالنفس وخبرات العمل والاحتكاك بفئات المجتمع. وقال إن المشروع يستفيد منه نحو 10,000 طالب، ويقتصر على المساهمين وأبنائهم وأحفادهم القاطنين في منطقة الجمعية التعاونية التي سيلتحق بها الطالب، وسوف يتقاضى كل طالب مكافأة تتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار حسب تقدير كل جمعية، وتصرف بعد تدقيق المراقب الإداري، وسيكون الدوام 4 ساعات مع استخدام نظام البصمة في الحضور والانصراف. أعلنت وزارة الصحة عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات بالعيادات الطبية في مقر بعثة الحج بالنسيم، والبدء بالتشغيل الفعلي اليوم لفريق الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية لحجاج الحملات الكويتية. وقال رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية الدكتور عبد الرحمن المطيري إن الفريق يضم أطباء ومفتشين صحيين وفنيي طوارئ طبية وأعضاء من الهيئة التمريضية وصيادلة وإداريين. ولفت إلى أن الفريق يضم أيضا الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية والذين يقدمون خدمات الرعاية الأولية لحجاج الحملات وتحويل الحالات التي تتطلب ذلك إلى عيادات فريق الخدمات الطبية بالنسيم. أظهرت بيانات الإدارة المركزية في الكويت أن معدل التضخم في البلاد سجل 3.69% على أساس سنوي في مايو، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.15% على أساس شهري. وسجلت مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.21% مقارنة بالشهر السابق، مع استقرار أسعار النقل والمطاعم والاتصالات في نفس الشهر. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بإغلاق المكتب الصحي الكويتي بالمملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من 20 من شهر يوليو. وقالت وزارة الصحة إن القرار يأتي بعد استكمال سائر إجراءات نقل تبعية التأمين الصحي للطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة الأردنية إلى المكتب الثقافي الكويتي بناءً على قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن. أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن الكويت عملت بلا كلل على حشد الدعم العالمي للشعوب المنكوبة من خلال استضافة عدة مؤتمرات للمانحين، وذلك خلال حفل أقامته وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قاعة الشيخ صباح الأحمد الكبرى بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. وأشار إلى أن الكويت تواصل جهودها تجاه الحث على أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الحروب. بتوجيهات من رئيس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات الدكتور بدر الليلي، شاركت كادا بفعالية مجتمعية طلابية تحت شعار هوايتي نظمتها جامعة الكويت والهيئة العامة للرياضة بالمركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية. نتابع المزيد في تغطية كاميرا الأخبار. سعيدين جدا اليوم بالتواجد في هذا الملتقى الرائع اللي بعنوان هوايتي اللي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع جامعة الكويت. احنا في الوكالة الكويتية للمنشطات نسعى للمشاركة في مثل هذه الملتقيات للتواصل مباشر مع ابنائنا الطلبة او الحضور
لتوعيتهم بخطر المنشطات وتوصيل فكرة عامة عن المنشطات ودور الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. طبعا عن طريق التواصل معنا نحاول ان ايضا نوجههم الى قنوات التواصل اللي ممكن يتواصلون معنا فيها، نرد على استفساراتهم واسئلتهم في هذا المنطلق. طبعا راح يكون متواجد معنا اخصائيين ممكن ان يجاوبونهم حتى عن انواع المواد اللي ممكن يتعاطونها اللي ما يكون فيها مواد منشطة، فنسعى الى ان ياخذون بديل ومكملات غذائيه تكون غير ضاره لهم. فالتواجد في هذا المكان بالعكس يسعدنا، واحنا اليوم ان شاء الله راح نكون تواصل مباشر مع ابنائنا الطلبه على اساس نوعيهم في هذا المجال. طبعا احنا اداره توعيه مجتمعيه حريصين جدا ان احنا نشارك في فعاليات رياضيه ومثل هذه الفعاليه هوايتي. طبعا احنا دورنا اليوم ان احنا نوعي المجتمع والطلاب ان شنو مخاطر المنشطات. طبعا احنا فئتنا المستهدفه مثل اللي قاعد نشوفها اليوم اللي هم الطلاب والشباب، فنوعيهم باضرار المنشطات. فاز منتخب الكويت لكره القدم على نظيره النيبالي 3-1 في اولى مبارياته ضمن المجموعه الاولى لبطوله اتحاد جنوب اسيا التي تستضيفها مدينه بنغلور الهنديه وتستمر حتى الرابع من شهر يوليو المقبل. سجل اهداف الازرق خالد ابراهيم وشبيب الخالدي ومحمد دحام، وتأتي مشاركة الأزرق ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية.